تم صبيحة اليوم إبرام اتفاقية شراكة بين والي ولاية البليدة بالنيابة رابح آية حسن ومحافظة ستارا زاغورا بدولة بلغاريا جيلفانا ميكوفا بمقر ولاية البليدة. الاتفاقية مست عدة قطاعات منها الصحة والبيئة والسياحة والصناعة والتعليم العالي بهدف تعزيز التبادلات بين البلدين على أمل توسيع العلاقات في مجالات أخرى خاصة الاقتصادية والتجارية. هذا اتفاق مبدئي مع محافظة ستارا زاغورا البلغارية لتبادل الخبرات في عدة قطاعات بين ولاية البليدة وهذه المحافظة. نحتاج التجربة البلغارية في مجال البيئة، محافظة على المحيط، الفلاحة، تبادل الخبرات بين الصناعيين على مستوى متجه، وفي المجال الثقافي والرياضي بصفة عامة. وراح تكون لقاءات أخرى في القريب العاجل على مستوى المحافظة لتعزيز هذا الاتفاق. няколко основни сектора са предвидени в това споразумение. Селско стопанство, туризъм, образование, медицинско обслужване и, разбира се, има отворени врати за още много други предложения, които надявам се ще получим от бизнеса при срещите си днес и утре.